عناوين النشرة: بورصة الطرقات في يوم طويل بين قطع وإعادة فتح. تعلبية سعد نايل: ترشق الجيش بالحجارة. الشويفات تودع علاء أبو فخر بحضور سياسي ومراسم رمزية في الشهداء. الإفراج عن خلدون جابر ووعد مكملين. نحن رح نبقى بالشارع، رح نبقى مكملين، رح نبقى بكل هيدا الحب، بكل هيدا الثورة، بكل هيدا الحزن. من هون لكل لبنان يسقط يسقط حكم الأزهر. من ثمار الثورة قرار قضائي: الليرة لشركات الخلوي.